هلا بالحلوين، بصيرم از باك. تبون تشوفون غناء فاحش، تبون تشوفون اغنى اغنياء ادوبتمي. يعني ما ادري هل هو هاكر ولا، يعني ما شاء الله من كثر غناوتهم احس انهم مسوين شيء. يعني اوكي، نشوف تريداتهم اشياء مره تفك العقل يعني. وطبعا ما انكم حلوين ودعمكم كويس جاب لكم الحلويات هذه. طبعا هذه حلاوة العيد، حلاوة بقرة طبعا تاكلها تموت على طول. فقبل أن نبدأ الفيديو يا اخوان، اتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك وخلونا ننطق. خلونا نبدأ. طيب يا عيال، عند مجموعة ميجا شادو، اوكي، بدون ركوب. طيب يعني اكثر الميجا اللي عنده بدون ركوب يعني. الله 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 يا ابو سيرم. لا يا ابو سيرم، ايش هذا يا شيخ؟ طيب يلا خلونا نشوف الحين في تريد. اربع فرص دراجون مكتوب مقابل ميجا شادو. لا مستحيل، لا لا لا، لا هذا سكامر. شوف يا عيال، حط الشادو العادي ركوب عادي يعني. اوكي، هذا سكامر، هذا سراق. وافق الأهبل. اي اوكي، ما علينا. طيب هذا قاعد يسوي تريدات عنده بالميجا شادو اعتقد. ايوه بالميجا شادو، خلينا نشوف ايش مقابل الميجا شادو. ديم. طيب حط النيون، هذا يبي يسرق شكله. لا لا اوكي اوكي، لا ممكن هذا مقابل النيون شادو. اوكي طيب اشوف تريدة عدل يعني، نيون وفروست ونيون بوما. اوكي يعني حلو، لا بأس. ميجا شادو بدون ركوب وثلاثة تيركس نيون وبيضة الفارم اللي هي بيضة المزرعة هذه، هذا اللي فيها البقرة. طيب ميجا شادو ودهم باد دراجون عليه ركوب فقط. الله 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 الله، ايش هذا يا شيخ؟ هذا مقابل الشادو. والله لو ايش ما سوي تريد في الشادو يا شيخ. اوه هنا فليكس يا عيال، هنا فليكس باتل. طبعا هذا التحدي يكون مين اغنى واحد، انا ولا انت؟ طيب الله الله الله، ايش هذا يا شيخ؟ لا لا معليش، والله هو اغنى، مو بهذا الثاني. طيب هنا يقول لك بيسوي تريدات باربع حيوانات نادره. خلونا نشوف ميجا شادو، ميجا باد دراجون، ونيون باد دراجون، وميجا فرست دراجون. دايم والله فوز. ايوه هذا التريدات الصح، هذا التريد، هذا الكلام الكويس. ميجا زرافة، ايش هذا يا شيخ؟ طبعا هذا القهر، هذا اللي تشوفه قدام عيونك، ما في الا شغل ميجا، كل شيء ميجا. طيب اوكي، هو قاعد قاعد يقول لك اونلي توك 3 دايز، يعني يقول لك هذه كلها جابها في 3 ايام. يعني غيرنا يقعد سنين ما يجيب حتى فروست. شكل الله ميجا بوم، ثنتين ميجا بوم، ايش هذا؟ اخ القهر. انتوا تحسون زي انا قاعد انقهر يا عيال، ما ادري ليش. اثنين ميجا فروست دراجون، ايش هذا؟ الله 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 الله، ديم. ايش هذه؟ هذيك الرينبو الراتل، ما اشوف انها نادرة. ايه ايش هذا؟ طيب طيب هذا عنده مسدس كاندو قاعد يسوي تريد. اشوف انه مو عادل. طيب مفروض اني ازود يعني. اوكي he was supposed to me. طيب يقولوا ان هذا سراق. اوكي هرب. عشان كذا اقول لكم لا يعني لا شو اسمه. طيب I did not flex. طيب هذا قاعد يهايط بالشادو العادي عنده. طيب وهذا يقول له ترى مو قاعد اسوي فليكس، وهذا قاعد تكوي تقول يلا سوي فليكس. ما شاء الله اربعة ميجا شادو، ايش هذا يا شيخ؟ ايوه هذا الكلام، ايوه يا شيخ.
ايوه يا شيخ اعطيه اي وين، تستاهل الفوز. 4 ميجا شادو يا ظالم، 4. ما انا عندي واحد وشايف نفسي. لا لا ما أنا ما والله ما اشوف نفسي ابد والله. يا عيال ايش هذا يا عيال، ايش هذا؟ هذا يسمى بالقهر الأمانة. خلاص يا ابن حلال، ميجا فروست ما اعرف هل هو قلت شوي الموضوع، انا شاك فيه ما اعرف، ما ادري ليش. شلون يا اخي مستحيل، ايش هذا؟ ميجا بغاوات يا شيخ. 6 ميجا شادو، ما ادري 5 ميجا شادو. الله يلقهر. آه يا بصيرم لا يقهرونك، انتبه يا بصيرم لا تنقهر. طيب يعني مسكين والله حليلة يا اخي، لا حول ولا قوة الا بالله. ايش هذا يا شيخ؟ طيب ليتس دو فليكس. هذا الحين يبغى يسوي تحدي بينا، يبغى يشوف مين اغنى. طيب اعطاه جلده باثنين فروست ميجا وواحد اوميجا بوما بلو دوغ وميجا ليون اسد. اوكي ماي تيرن، الحين يقول دوري. يا اخي بلا طقطقه يطقطق. اح يقول له انت خسران، هذا شغله جديد في ادوبتمي. طيب الحين قاعدين نشوف هذه، تبي تتحدى الشخص اللي قدامه، وكل ما تطلع شيء اعطاها ميجا، كل ما تطلع شيء اعطاها ميجا. اوكي انجلدت والله، هي تبي تجلده بس انجلدت مسكينه والله. اح ميجا زرافه يا عيال، انا حاليا حلمي ميجا زرافه. اوكي طيب طلع الميجا شادو، انا اقول انها خلاص زعلت. انا استمتعتوا في الفيديو، اتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم محمد ابو صيرم، مع السلامه.